صباح الخير واهلا بكل السادة المشاهدين بينضموا الينا من خلال شاشة التانية. يوم جديد بيبدا مع حضراتكم ومصر جميلة. يا رب يوم جميل على كل السادة المشاهدين ويبقى مليان بالحب والخير والتفاؤل والامل على الكل. امبارح طبعا كانت بداية الجامعات، وطبعا كل الجامعات الحكومية امبارح كانت بداية الدراسة فيها، والحقيقة كان في تقليد بيتبع لأول مرة وتقليد يستحق التحية والتقدير والاحترام، وهي تحية العالم المصري في عدد من الجامعات المصرية. واعتقد انه ده شيء مهم جدا وبيرمز للانتماء، وتحية العلم واجبة على الكل، واحترام العلم من احترامنا للدولة، واي حد بيهين العلم للاسف الشديد بيهين للدولة. والحقيقة انه رمز او يعني الحكمة من تحية العلم هي حكمة الانتماء للدولة والوطن. لو فكرنا في معاني العلم المصري، وهو طبعا الوانه الاسود والابيض والاحمر والنسر اللي موجود في نص العالم، فالاسود بيرمز لقلوب الاعداء، الاحمر دم الشهداء، وطبعا كلنا عارفين كفاح الشعب المصري وتصديه للاعداء، والابيض هو رمز السلام والنقاء وايضا القدماء، والنسر هو رمز القوه وبيعتبر من اقوى الطيور، وده طبعا بيرمز للدوله المصريه. تحية واجبة لكل من فكر ان يبقى فيه تحية للعلم في بداية العام الدراسي للجامعات، وطبعا الاسبوع الجاي ان شاء الله هتبقى بداية المدارس، وتقليد مهم جدا في كل المدارس المصرية هي تحية العلم. واجب ان احنا نعلم ولادنا كلنا يعني ايه احترام العلم، يعني ايه لما يكون في بداية الدراسة تحية لاحترام العلم، فكرة احترام العلم نقف كلنا بانضباط ونحيي العلم، وده طبعا انتماء لينا كلنا. النهاردة بنتكلم كمان على حلقتنا، عندنا مواضيع مختلفة ومتنوعة، بنتكلم على عدد من المشاريع القومية واللي بترمز لقوة الدولة المصرية في الفترة الحالية، وفكرة ان احنا بنسهل الحياة على المواطنين. النهاردة هنتكلم على محور الفنجري نفق النهضة بالجيزة، هيكون لنا لقاء مع سيادة اللواء علي زين العابدين نائب رئيس الجهاز المركزي للتعمير، وهنتكلم معاه بتفاصيل اكتر عن المشاريع وتسهيل الطرق للسادة المواطنين. وهيكون معانا كمان فقرة عن تطوير منطقة تل العقارب، واعتقد ان هي كانت منطقة من العشوائيات، كان الناس اللي عايشين فيها كانوا بيعانوا بشكل كبير، كان الاوان ان هم يحسوا باهتمام الدولة المصرية بيهم. هيكون لنا لقاء مع سيادة اللواء وائل عزت نائب رئيس جهاز التعمير القاهرة الكبرى، وهنتكلم معاه أكتر بالتفاصيل اللي حصل في منطقة تل العقارب. وآخر فقراتنا النهاردة من خلال مصر جميلة هيكون مع الشاعر عصام خليفة، وهنسمع معاه مجموعة من أجمل الأشعار. نطلع لفاصل ونرجع على طول نواصل لقائنا مع حضراتكم.